صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم رشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد الزاغة، من الهندسة الإذاعية خالد نجاص، مني لكم من الإعداد والتقديم هدير أبو زينة أطيب التحيات. للتذكير تتابعون على شبكة وطني الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. لنبدأ وإياكم هذه الجولة بأبرز العناوين. طوفان الأقصى في يومها 61، غزة تحت القصف والاحتلال مستمر في جرائم الإبادة. جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي المكثف على مناطق شرق خان يونس في ظل اشتباكات عنيفة تدور مع المقاومة. آليات عسكرية إسرائيلية تحاصر عائلات في أكثر من حي ببلدة بني سهيلة، ومناشدات للصليب الأحمر للتنسيق لخروجهم. خلال ساعة وأقل من ساعة فقط، الاحتلال يستهدف مدرستين تأوي نازحين في بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. أطباء بلا حدود تفيد بانخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة. آليات الاحتلال تدمر مولد الكهرباء الرئيس لمستشفى كمال عدوان وتجبر جميع من بالمستشفى على الخروج تحت القصف. شهدان في الضفة الغربية واقتحامات متواصلة حتى هذه اللحظة في مخيم دهيشة وجنين وقلقيلية.
نستكمل هذه الجولة في أخبار أخبار قطاع غزة وآخر المستجدات في قطاع غزة. يسعدني مباشرة أن أرحب بزميلنا المراسل عبد الهادي أبو قينص. عبد الهادي أهلا ومرحبا بك معنا، الحمد لله على سلامتكم. أهلا لكم، صباح النور هديل، وتحياتي لكم وشكرا على هذا الشعور الطيب. أهلا بك عبد الهادي. يعني نتحدث عن آخر المستجدات الميدانية في آخر الساعات، يعني غارات كثيفة ومتواصلة في جميع أنحاء قطاع غزة، لم يوجد هناك أي نقطة لم تستهدفها قوات الاحتلال. نتحدث أيضا عن التوغل الإسرائيلي الذي وصل أيضا إلى جنوب قطاع غزة. نتحدث عن استهداف الاحتلال أقل من ساعة لمدرستين تأوي آلاف النازحين، ما التفاصيل؟ الميداني خاصة في جنوب قطاع غزة، حيث ما زالت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى عمق مدينة يونس، لم ضواحي المنطقة الزراعية إن صح التعبير، وليست عمق المدينة تحديدا، المناطق الشمالية من خان يونس والغربية أيضا من المدينة. حسب المعلومات المؤكدة لنا بأن اشتباكات ضارية تدور رحاها في محيط المحور الشمالي والغربي أيضا من خان يونس، عدا أيضا عن قصف مدفعي باتجاه المدينة وغارات جوية من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي، والبحرية الإسرائيلية أيضا تشارك في هذا العدوان المستمر على خان يونس منذ عدة أيام. وتؤكد لنا المصادر من داخل المدينة بأن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى عمق المدينة، مؤكد أيضا بأنه ما زال في منطقة ضواحي المدينة. على غرار ذلك أيضا مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هناك اشتباكات مسلحة تظهرها أيضا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، ولم يستطع الجيش حتى اللحظة إلى الدخول إلى عمق المخيم، أقصد مخيم جباليا. حي الشجاعية أيضا هو هناك مواجهات أيضا واشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي يحاول الوصول إلى عمق حي الشجاعية، ولم يستطع الدخول إلى الحي من الناحية الشرقية، وإنما عمل عملية التفاف ميداني على الحي ويحاول الدخول إلى الحي من الناحية الغربية، ولكن حتى اللحظة هناك اشتباكات مسلحة، ولم يستطع أيضا الجيش الإسرائيلي الوصول إلى عمق حي الشجاعية. وعلى غرار ذلك أيضا حي الزيتون، وهو متاخم من ناحية جغرافية لحي الشجاعية. فيما يتعلق بالوضع الميداني أيضا، الغارات الجوية تواصلت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، القصف المدفع أيضا تواصل على كافة محافظات قطاع غزة بما فيها مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. مدينة رفح في أقصى الجنوب تعرضت أيضا لغارات جوية وقصف مدفعي، وأيضا قصف من البوارج البحرية من قبل البحرية الإسرائيلية التي تتمركز قبالة شواطئ قطاع غزة. حقيقة كان من بين هذه الغارات استهداف مدارس، مدارس إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، استهدفت هذه المدارس من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، بمعنى أن لا يوجد أي من الأماكن آمنة هنا في قطاع غزة هديل. حتى المناطق الجنوبية التي يتحدث الجيش الإسرائيلي يتحدث بأنه يطالب من الفلسطينيين بالتوجه إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هذه المناطق الجنوبية بالتأكيد غير آمنة. قبل ذلك أيضا طالب من أهالي خان يونس بالتوجه إلى منطقة المواصي، هذه المنطقة الواقعة غرب خان يونس، إلا أن البحرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية قامت بإطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس، والتي أصبحت مستهدفة سواء من قبل البوارج البحرية ومن قبل أيضا الدبابات الإسرائيلية التي تحاول الدخول إلى عمق محافظة خان يونس. هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني والغارات الجوية. على صعيد المشافي أكدت مصادر طبية فلسطينية بأن مئات الشهداء سجلوا من خلال وزارة الصحة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، كان من أبرز هذه التجمعات في مستشفى الشهيد كمال عدوان، والذي تعرض لقصف عشوائي للمولد الكهربائي داخل المستشفى وأصبح الآن عاجزا عن تقديم الخدمات الطبية، ولم يتبقى في مناطق الشمال سوى
مستشفى العودة ومستشفى المعمداني لاستقبال الجرحى والشهداء والمرضى الفلسطينيين في كافة الشمال، أقصد شمال قطاع غزة ومدينة غزة نفسها. في ما يتعلق بمحافظة الوسطى وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مصادر طبية من داخل المشفى تقول بأن الوقود أوشك على الانتهاء، بمعنى أن القضية ستصبح بفعل المستشفى لا يستطيع أن يقدم خدمات للمرضى وللجرحى الفلسطينيين. هذا المشفى هديل بالمناسبة، مستشفى شهداء الأقصى جغرافيا يقع في مدينة دير البلح، ولكنه يقوم بتقديم خدمات طبية لأربعة مخيمات فلسطينية تعد بألاف اللاجئين الفلسطينيين، هي مخيمات المغازي والبريج والنصيرات ومخيم دير البلح. بمعنى أن المشفى هذا إذا بات عجزا عن تقديم الخدمات سيضطر هؤلاء الفلسطينيون إلى التوجه إلى المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية أغلقت تماما من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء العملية البرية من مفترق القرارة، فبالتالي ستصبح هناك كارثة طبية وكارثة صحية ستلحق بالمنطقة الوسطى بعد توقف مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. بقي نشير هديل إلى قضية المساعدات، وهي بالمناسبة حتى اللحظة تسير بشكل مقنن جدا. كيف؟ الأعداد قليلة جدا التي تدخل من الجانب المصري عبر معبر رفح البري إلى الجانب الفلسطيني هنا، وبالتالي هذه الكميات لا تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية للفلسطينيين. الأمور على ما هي عليه، خاصة في تردي الأوضاع الغذائية، الطحين، الدقيق، السكر، الأرز، العدس وما شابه ذلك. المحلات خالية تماما، المحلات التجارية لم يكن هناك بدائل، سواء من الأمم المتحدة، من منظمة الغذاء العالمي، من أيضا الشركات الفلسطينية الواقعة في شمال قطاع غزة لا تستطيع الوصول إلى مناطق الجنوب، وبالتالي الوضع الاقتصادي في مناطق جنوب قطاع غزة بما فيها الوسطى وخان يونس ورفح متردد تماما، عدا أيضا عن الوضع الصحي المتردي، ولا تستطيع الخدمات الطبية، ولا تستطيع المشافي أن تقدم الخدمة الطبية السليمة. بقي نشير إلى قضية جوهرية، وهي مرتبطة بالمفاوضات التي تجرى دائما وأبدا بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بنقل المساعدات والشاحنات التي تصل عبر معبر رفح. هذه الشاحنات وهذه المساعدات بالمناسبة لا تصل إلى مناطق الشمال، ومناطق الشمال هي أشد احتياجا من مناطق الجنوب، لأنها محاصرة منذ عدة أسابيع، وأيضا ما زال الجيش الإسرائيلي يتمركز في المحاور الشمالية والغربية والشرقية منها، عدا أن الجيش ربما يصل إلى عمق بعض المناطق أو الأحياء في شمال ومدينة غزة، وبالتالي هم أشد احتياجا لهذه المساعدات ولهذه الشاحنات. الجيش الإسرائيلي المتمركز عند مفترق الشهداء نتسارين يمنع دخول هذه الشاحنات إلى شمال قطاع غزة. هذه مجمل التطورات حتى اللحظة هنا في قطاع غزة. أشكرك زميل الصحفي مراسل وطن في قطاع غزة عبد الهادي أبو قينس، حدثتنا من قطاع غزة. عبد الهادي ابقى دوما بخير، نتمنى لك السلامة أنت وجميع الزملاء في الميدان. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن في هذا اليوم 61 على التوالي من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، حيث تمكنت تفاصيل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في عدة محاور أبرزها خان يونس، حيث تدور هناك أيضا اشتباكات ومعارك دارية مع قوات الاحتلال. في آخر إحصائية لضحايا العدوان الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى ما يزيد عن 16 ألف شهيد، من بينهم 7000 طفل و 4800 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين إلى أكثر من 43 ألف جريح ومصاب، لكن هذه الإحصائية ليست بالنهائية. إذن هذا ما يدور في هذه اللحظات في قطاع غزة. ننتقل وإياكم إلى أحداث الضفة الغربية وأبرزها الاقتحام المستمر في هذه اللحظات. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي من بيت لحم حاتم تقاطقة. حاتم أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
صباح الخير هديل، صباح الخير لكل جميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك معنا حاتم. يعني الاحتلال ما زال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم دهيشة ببيت لحم، وعندما نتحدث عن هذا المخيم لربما يواجه اقتحامات متتالية ومستمرة، نشهد اقتحامات يومية في هذا المخيم. يعني ما الذي يجري في هذه اللحظات؟ هل ما زالت هناك تعزيزات عسكرية كبيرة؟ هل يوجد هناك اشتباكات مسلحة أو حتى مواجهات تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال؟ نعم، قبل حوالي ساعة اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال عن طريق شاحنة تحمل النمرة الفلسطينية مخيم الدهشة، ثم دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة ولا يزال يدفع بهذه التعزيزات حتى هذه اللحظة. يوجد انتشار كبير للقناصة على أسطح المنازل. حتى اللحظة أبلغنا عن 3 إصابات، إصابة بالبطن وإصابة وصفت بالخطيرة بالقدم بالشريان الرئيسي وإصابة ثالثة باليد. بالطبع قام الاحتلال باحتجاز بعض المواطنين، كما تعلم هذه ساعة الاقتحام كانت بالتزامن مع خروج الموظفين إلى أعمالهم الساعة 7:30 صباحا. احتجز الجيش بعض المواطنين وقام بالتحقيق معهم ميدانيا، وأبلغنا عن 2 اعتقال أو 3 حالات اعتقال حتى الآن بزعم أنهم مطلوبون من مخيم الدهيشة. بالطبع قبل عدة أيام هدد جيش الاحتلال أهالي المخيم وحذرهم بالتعامل مع المطاردين وأبلغهم أنهم مطلوبون لجيش الاحتلال، إلا أن أهالي المخيم ردوا على الجيش أن هؤلاء المطلوبين هم جزء من المخيم ولن يقوموا بالتخلي عنهم. منذ حوالي يعني منذ بداية الحرب كما تفضلتي في المقدمة، وقوات الاحتلال تقتحم تقريبا بشكل يومي مخيم الدهيشة وتعيث خرابا. قبل يومين كان هناك اقتحام لمطبعة وتكسيرها وإغلاقها بحجة أنها تقوم بطباعة صور الشهداء. بدأ جيش الاحتلال يعني قبل قليل بالانسحاب، لكن كما أخبرتك أن هناك 3 إصابات، واحدة منهم خطيرة، و3 حالات اعتقال حتى الآن. نعم، أيضا يعني حاتم كان الحديث عن أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في المخيم، يعني في هذه اللحظات هل وصلت طواقم الإسعاف إليهم؟ ماذا عن طبيعة الإصابات؟ يعني إحداها بالخطيرة، لكن ماذا عن الإصابتين يعني الثانيات؟ بالطبع يعني التنقل كما تعلمين المخيمات التنقل فيها صعب جدا. مخيم الدهشة يعني يحتوي على مدخل رئيسي واحد، وعندما تقوم قوات الاحتلال بالوقوف عليه لن تستطيع أي مركبة لا إسعاف ولا غيره من الدخول إلى المخيم. لهذا معظم الوقت إما يتم نقل الإصابات عن طريق الحمل على الأكتاف من المواطنين، أو انتظار حتى مغادرة قوات الاحتلال لنقلها بالإسعاف. كما قلنا هناك إصابة خطيرة بالقدم بالشريان الرئيسي، وإصابة بالبطن متوسطة، وإصابة بالأطراف العلوية في اليد. نعم، أشكرك حاتم تقطقة، كنت معنا من بيت لحم، حدثتنا عن التفاصيل الميدانية التي تدور في هذه اللحظات في مخيم دهيشة ببيت لحم، شكرا جزيلا لك. إذن ارتفاع عدد الإصابات إلى 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة ببيت لحم. تعاملت طواقم الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم مع 2 إصابات برصاص حي، 1 في الحوض وأخرى باليد نتيجة اقتحام مخيم الدهيشة. أيضا منع الطاقم الإسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى 1 إصابة داخل المخيم. الزميل حاتم تقطق تحدث قبل قليل عن انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من هذا المخيم بعد 3 إصابات بالرصاص الحي، وأيضا اعتقال 3 أشخاص تزعم أنهم مطلوبين لديها. إذن هناك
اقتحامات متواصلة ومتتالية في عدة مناطق في الضفة الغربية. نستكمل أيضا بعد بيت لحم قلقيلية التي أيضا تشهد اعتقالات مستمرة ومتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. من هناك يسعدني مباشرة أن أرحب بالزميل الصحفي محمد نزال. محمد يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك هديل، يسعد صباحك. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك. يعني محمد، هل لك أن تطلعنا على آخر الأحداث والمسجدات الميدانية في مدينة قلقيلية التي دارت أيضا في الساعات الماضية الأخيرة؟ نعم، في تمام الساعة 3 من فجر هذا اليوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي وحاصرت أحد المنازل في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، ثم تبعها تعزيزات إضافية للحي. وبعد مداهمة المنزل المحاصر تبين بأنه فارغ، ثم اقتحمت منازل أخرى في نفس الحي وقامت بتحطيم محتوياتها تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة، وأطلقت القنابل الضوئية على أطراف مدينة قلقيلية، ثم تبع الاقتحام دخول تعزيزات إضافية للمرة الثانية، حيث اقتحمت حي نزال وخلة نوفل ومنطقة دائرة السير، حيث اقتحمت بناية سكنية لأحد المطلوبين حسب دعمها، وقامت بتحطيم محتويات البناية، وقامت باعتقال المواطن باسم سعسع ونجله محمد، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. يذكر بأن نجل المواطن المعتقل الآخر عبود سعسع هو أسير في سجون الاحتلال، ثم تبع هذه العملية العسكرية التي استمرت لقرابة 3 ساعات انسحاب من المدينة. نعم، يعني محمد، هل هناك يعني انسحاب كامل في هذه اللحظات لقوات الاحتلال بعد هذه العملية العسكرية؟ أيضا يعني عندما نتحدث عن اقتحام مستمر لقوات الاحتلال لهذه المدينة يخلفها أيضا هناك تدمير واسع للبنى التحتية، ماذا عن صباح هذا اليوم؟ هل كان هناك نوع من هذا التدمير؟ هل هناك أيضا حتى هذه اللحظات هناك تواجد لقوات الاحتلال على مداخل المدينة أم ماذا؟ نعم، وفقا لأخر التحديثات قوات الاحتلال انسحبت من المدينة، ويذكر بأنها كثفت من اقتحاماتها في الآونة الأخيرة، حيث اغتالت قبل يومين في المدينة شهيدين وهم من قادة المقاومة في مدينة قلقيلية، وحاليا يعني بعد اغتيالهم تكثفت الاعتقالات والاقتحامات لعدد من منازل الشبان في مدينة قلقيلية. وخلال الاقتحام يجري الاعتداء على ممتلكات المواطنين الخاصة سواء في الشوارع أو داخل المنازل. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي محمد نزال، حدثتنا من مدينة قلقيلية، شكرا لك. أيضا الضفة فجر هذا اليوم زفت شهيدين، استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت فجر هذا اليوم مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس. أكدت مصادر طبية استشهاد شاب وطفل وهما معاذ إبراهيم زهران 18 عاما من مخيم الفارعة، عبد الرحمن عماد بن عودس 16 عاما من بلدة طمون. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 مواطنا برصاص الاحتلال والشظايا، جرى تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمشفى. إذن نبقى في تطورات الأحداث الميدانية في الضفة الغربية وآخر المستجدات. يسعدني مباشرة أن نرحب معنا بالزميل الصحفي دكتور أمين أوردة. دكتور أمين يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخيرات لكم تحية. أهلا بك دكتور. يعني فجر هذا اليوم ارتقى مواطنان يعني شهيدان برصاص الاحتلال، الشاب وطفل من بلدة من مخيم الفارعة وأيضا من بلدة طمون، ما التفاصيل؟
ما جرى فجر هذا اليوم أن قوة الاحتلال اقتحمت منطقة محافظة طوباس. بالبداية كان الاقتحام إلى مخيم الفارعة ووادي الفارعة ثم إلى بلدة طمون وطوباس المتجاورتين، وبدأت الاشتباكات المسلحة عنيفة، وكانت أصوات إطلاق النار وإلقاء الأبوات الناسفة تسمع من مناطق عديدة من منطقة طوباس. بعد إتمام الاحتلال عملية الاقتحام تم الإعلان عن ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن عماد بن يعودي ومعالي الزهران من مخيم الفارعة، وأيضا وصول 9 إصابات أخرى إلى مشافي مدينة طوباس جراء عمليات الاقتحام، ناهيك عن اعتقال والد أحد الشهداء من سكان طمون بعد اقتحام منزله وتخريب محتويات المنزل. تم طبعا نقل الشهيدين والجرحى إلى مشفى طوباس، وأعلن قبل قليل عن الإضراب والحداد الشامل في محافظة طوباس على خلفية عملية الاقتحام وارتقاء الشهيدين ووقوع الإصابات. نعم دكتور أمين، ماذا عن مراسم التشييع؟ يعني هل اتضحت حتى هذه اللحظة أم ماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل كان هناك وداع من قبل أصدقاء وأقران وعائلة الشهيدين للشهيدين في مشفى طوباس، ومن المتعارف عليه أنه مسيرات التشييع تنطلق قبيل الظهر من مشفى طوباس باتجاه مسقط رأس الشهيدين في طمون ومخيم الفرع، وبالتالي في ظل الإضراب الشامل اليوم في طوباس فمن المتوقع أن تكون مسيرات التشييع ما قبل صلاة الظهر هذا اليوم. نعم يعني دكتور، أيضا هذه حملة المداهمات والاقتحامات متواصلة لهذا اليوم 61 على التوالي، يعني حملة مداهمات واعتقالات أيضا لربما طالت عشرات الشبان فجرا، يعني ما الحصيلة حتى اللحظة؟ بالفعل لا تتوقف عمليات الدهم والاعتقال. قبل قليل كان الاقتحام متأخر إلى مخيم الجيشي، وهناك عمليات اقتحام للمنازل واستجواب مواطنين، وهناك سجل 3 إصابات بالرصاص خلال هذا الاقتحام، ولكن العملية لم تنتهي خاصة أن الاقتحام كان متأخر في مخيم الجيشي، ولكن الاقتحامات مبكرا كانت في منطقة نابلس حيث جرى اقتحام العاصية القبلية واعتقال الشاب فؤاد فتحي، أيضا اقتحام قرية البرج جنوب الخليل واعتقال الطبيب إياد الفقيه ونجل الفتى يونس، اعتقال الشابين أحمد جعفر منصور ومحمد يوسف لنا من قرية صفا غرب رام الله، وقسام أشعل من بلدة نعلين أيضا غرب رام الله ومصادة مركبات هناك، اعتقال نديم معين حجي من بلدة برقة شمال نابلس، اعتقال شابين من بلدة رجيب شرق المدينة، وأيضا مداهمات في مدينة قلقيلية وفي منطقة حلحول، ولكن حتى اللحظة لم يتم إجمال أعداد المعتقلين، ولكن كما هو كل يوم تصل أعداد المعتقلين إلى بين 40 إلى 50 معتقل في اليوم الواحد. دكتور أمين، لربما أيضا مدينة جنين ومخيمها يعني لها الحصة الأكبر في عملية الاقتحامات والمداهمات، يعني إذ تشهد خلال اليوم الواحد عدة عمليات اقتحام، يعني بالأمس كان هناك عملية واسعة تعزيزات عسكرية وصلت لـ40 آلية عسكرية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات، وأيضا يعني كان هناك محاصرة لمستشفيات جنين كافة، كان هناك اعتداء على المواطنين، كان هناك تفتيشات أيضا لمنازل المواطنين، يعني ما الذي يدور في مدينة جنين؟ ماذا عن آخر الساعات الماضية؟ ما الذي جرى هناك؟ طبعا منتصف الليلة الماضية انتهى الاقتحام الكبير والواسع في مدينة ومخيم جنين الذي بدأ عصرا، يعني بدأ في ساعات النهار عصر أمس واستمر حتى ساعة منتصف الليل، ولكن ما ميز هذا الاقتحام هو توسع العملية إلى أبعد من مخيم جنين إلى وسط المدينة وشواريها الرئيسية، وأيضا سيطرة الاحتلال ومحاصرته لمحيط المشافي الثلاثة في مدينة جنين لمنع وصول الجرحى إلى هذه المشافي، وهذه السياسة بدأت متبعة بالاحتلال في آخر اقتحامات لمنطقة جنين. اتساع العملية لساعات طويلة وقيام الجرافات بأعمال تجريف وتخريب أدى إلى دمار كبير في البنية التحتية من جديد، وأصبحت الشوارع لا يمكن المرور عليها خاصة في ظل أجواء ماطرة الليلة الماضية، لكن الاحتلال فشل في اعتقال أي من المطلوبين البارزين في جنين وهم المستهدفين في عملية الاقتحام، ولكن اعتقل شابين في اعتقالات عشوائية سجلت في منطقة جنين. نعم دكتور، أود أيضا سؤالك حول بحسب مصادر محلية تحدثت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، لكن تم نقل هذا الشاب لأحد مشافي مدينة بيت لحم بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل، هل هناك أي تفاصيل حول وضع الشاب الصحي؟ لا تتوفر لدينا معلومات عن هذه الحالة بالذات، ولكن منطقة العروب الكل يعرف منطقة ساخنة والمناوشات والمواجهات مع الاحتلال على مدار الساعة، كونها تقع بالقرب من نقطة عسكرية إسرائيلية تقابل مخيم العروب، وهناك أيضا عمليات مواجهة يوميا تسجل في المخيم سواء كان في المنطقة المستهدفة للمخيم بالشارع الرئيسي أو من داخل اقتحامات الاحتلال للبلدة، هناك طبعا معاناة لسكان العروب في نقل الجرحى إلى المشافي مدينة الخليل بسبب الحواجز المقامة بين منطقة
سيارات العروب والخليل، وايضا اعتقال الاحتلال للجرحى وايقاف سيارات الاسعاف، وبالتالي يضطر الاهالي احيانا نقل الجرحى الى مشافي منطقه بيت لحم. نعم، اذا اسمح لي الى هنا اود شكرك الزميل الصحفي الدكتور امين ابو وردي، حدثتنا عن كافه التفاصيل الميدانيه في الضفه الغربيه، شكرا لك. إذن هذا ما حدث أيضا في مدينة جنين، إذ شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة واعتقالات أيضا لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية. قالت مصادر محلية أيضا أن الاحتلال قصف منزل المواطن سليم أبو عواد بمنطقة الساحة في مخيم جنين بصاروخ إنيرجا، ما أدى لاشتعال النيران وإلحاق أيضا أضرار جسيمة في المنزل، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران، في حين لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لمنزل المواطن عثمان أبو قتنة. إذن مباشرة ننتقل إلى الملف الآخر لهذا اليوم، فقرة حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات. يسعدني مباشرة أن أرحب بك معنا ريهام أبو عيطة، مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية. ريهام يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك، سعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا بك ريهام، آخر الأخبار المزيفة التي قمتم برصدها على مواقع التواصل الاجتماعي. تم رصد عدة أخبار خلال اليوم الماضي، منها كان في حساب مزيف على منصة إكس بحمل اسم معتز العزايزة، وكان ينشر يعني أخبار ومعلومات عن غزة، يعني منها ملفق ومنها صحيح، ولكن الحساب مزيف وهديل عم بتابعوا 100,000 فولوور، يعني في 100,000 فولوورز عم بتابعوا هذا الحساب المزيف، فتم حتى التبليغ عنه مع صدى سوشيال، وإن شاء الله يعني تم إلغائه لهذا الحساب. وكمان في خبر انتشر عن استقالة الصحفي مدير مكتب الجزيرة بغزة وائل الدحدوح بسبب عدم نزوحه لمصر، يعني أنه طلبت من الجزيرة أنه يروح ينزح لمصر وهو رفض وقدم استقالته، وطبعا الخبر كان غير صحيح وهو ما زال على رأس عمله. نعم، يعني إرهام عندما نتحدث عن خوارزميات الفيسبوك التي أيضا يعني تنتهك يعني منشورات خاصة الصحفيين المتواجدين في قطاع غزة، تحذف آلاف المنشورات يوميا وأيضا تمنع وصولها إلى عدد كبير من الناس أو المشاهدين، هل هناك أي طرق لي يعني أن نقوم بتجاوز قيود هذه الخوارزميات؟ بصراحة كمستخدمين أن نوصل لهدول الصحفيين الطريقة الأسهل هي أن نتفاعل مع منشوراتهم أو قصصهم، كل ما تفاعلنا مع المنشورات أو القصص اللي هم بنزلوها بيزيد عندهم التفاعل، وبنتحدى الحجب أو التقييد الوصول لهي المنشورات. حتى مرات يعني أنه كل ما احنا تفاعلنا مع صحفي منهم بصير يطلع لنا بشكل اكبر على النيوز فيد او على الستوري، فانا كثير بنصح انه نتفاعل مع المنشورات اللي بنزلوها الصحفيين والصحفيات من غزه، سواء بشير لايك كومنت اي شيء، المهم يعني نتفاعل مع منشوراتهم حتى نكسر موضوع تقييد الوصول. يعني ريهام الأخبار الكاذبة والأخبار المزيفة تنتشر بسرعة كبيرة، يعني كما نعلم وكما نتحدث أيضا كثير من المواطنين يصدقونها، اليوم نحن كمواطنين كيف نحصن أنفسنا من هذه الأخبار الكاذبة والأخبار المزيفة التي ربما تعود بالضرر على كثير من المواطنين؟ هلأ ما في تحصين أنه بمعنى تحصين، ولكن بدنا نكون واعيين، واعيين انه مش اي خبر بينتشر نصدقه، ومش اي مصدر
بنتشر نسد، وفي مرات مثلا أخبار بتنزل مش منطقية، فعلى طول يعني لازم نتأكد منها. وبصراحة الوعي، يعني الوعي هو أهم إشي، وإنه يكون عنا يعني فكر ناقد لأي محتوى عم نشوفه، وبس نتابع الجهات الموثوقة ونتأكد إذا هي منشور يعني عليها هذا الخبر أو لا. لما نقول عن إنه في حساب مزيف عم بتابعه أكثر من 100,000، يعني هذا مؤشر خطير، يعني إنه الحسابات المزيفة اللي عم تنزل أخبار يعني فيها تهويل، فيها تضخيم، فيها شحن للعواطف، الناس أكثر إشي بتحب إنه تتابعها. فكمان أي خبر يكون فيه عاطفة زايدة، يكون فيه تهويل، فيه مس على الوتر الحساس تبعنا، وحاليا على الوطنية يعني تبعتنا، نعم، خلينا نتأكد منه أكثر. إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك ريهام أبو عيطة، مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية، كنت معنا في هذه الفقرة، فقرة حقيقة أم كذبة، في هذه الفقرة أيضا اليومية من خلال هذا البرنامج. شكرا لك. اسمحوا لي بدقيقة أن أعود إلى آخر المسجدات الميدانية في قطاع غزة. هناك عشرات الشهداء والإصابات التي تصل إلى مستشفى ناصر الطبي بعد استهداف مدرسة معن التابعة للأنروا تأوي النازحين، بالإضافة إلى مناطق أخرى منها الشيخ ناصر، معن، بني سهيلة، أيضا حي المحطة في خان يونس. إذن هناك بحسب صحفيون في المكان يتحدثون عن نقل الإصابات إلى مستشفى ناصر جراء استمرار الغارات على المنازل طوال ساعات الليل. هناك أيضا انتشال شهيدين ارتقيا بعد تعرضهما لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة في منطقة معن شرق خان يونس. عدد كبير من الشهداء في استهداف مدرسة للإيواء بمنطقة الفالوجة ومربعا سكنيا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. مصادر أيضا محلية تفيد بأن جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على خان يونس. وأذكر أن خان يونس أيضا منذ أيام هناك دفع لتعزيزات عسكرية، وأيضا هناك اقتحام بشكل متواصل. صحفيون في المكان يتحدثون أن جنود الاحتلال يتجولون في أحياء كثيرة من هذا المخيم. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. إليكم تحياتي الزملاء من غرفة التحكم محمد الزاغة وخالد نجاص، مني لكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة أطيب التحيات. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلينا على امتداد الوطن.
وطن السليب. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.